رمضان مناسبة مميزة جدا بنستناها من السنة للسنة، ودايما ليه طقوس بتختلف من شخص للتاني. رمضان انا اشوف كتير بسيط، يعني بقضيه مثل بقيه الناس. احلى ما فيه اني بجتمع بعائلتي، احلى ما فيه اني بكون دايما متواجد بطرابلس اللي بغيب عنا كتير، وفي وجبات نعملها برمضان دايما. هذا رمضان احلى ما فيه. انا رمضان يا شغل يا انتخى، ما عنديش طقوس، يعني ماليش طقوس خاصه. انا بقالي سنتين برا سباق رمضان، وبقالي سنين كنت بشتغل كتير، فمفتقده الطقوس الرمضانيه، وانك تقابل صحابك، تقعد مع اهلك اكتر وقت، تخرج تقعد في اماكن خيام رمضانيه، تفرج على مطربين. طقوس في رمضان قبل التمثيل ولا قبل التمثيل؟ كنت بقى عادي طقوس اي بني ادم مصري عادي، بحاول ينام متاخر عشان يصحى شويه متاخر، فيصحى بالعصر كده يقعد شويه، يقعد يقرا قران ويصلي الحاجات وبتاع، وبعد كده بقعد معه وبفطر. وعندنا بقى زيارات العيله، انزل شغل بالليل، مش عارف ده قبل التمثيل. بعد التمثيل انا تقريبا رمضان كله زي ما انت شايف. رمضان والله بيبقى ما بين الشغل وما بين البيت، بعمل عزومات في بيتي، لكن انا اروح عزومات كتير لا، بيبقى طقوس بقى البيت، فاهم؟ انا في البيت ببقى بيتوتي قوي في رمضان، بحب اطبخ بايدي كده، احب اعمل كل حاجه بايدي. والطقوس دايما بتنقسم بين دينيه والعائليه، الصلاة والصيام أكيد، وأمور الدين أنا بحب كتير، متعلقة يعني بهذا الموضوع بشكل، وبنتظر رمضان لحتى اتزود، يعني أخذ زواتي منه من سنة لسنة، والباقي من الوقت أكيد مسلسلات وقراءة وزيارة الأصدقاء. طقوسي في الغالب كنت بصور رمضان السنة دي قاعد في البيت أكتر، طبعاً الجزء العائلي بنفطر مع عائلتنا، عندي آدم 6 سنين، فالطقوس بقى جديدة أن أنا ببتدي أعرفه على الصيام وحاجات كده. يعني طقوسي في رمضان أكترها أسرة وعبادة، إلا لو في شغل زي ده تلاقي الدنيا يعني متلخبطة، بس في الأيام العادية خالص هتلاقيني قاعدة بشوف هنفطر إيه، وبقعد مع جوزي بلم طبعاً ماما وخالتي، يا إما بنروح لهم يا إما بيجوا عندنا، قرآن، صلاة بس. شوية والأكل هيكون جاهز يا نين نعيم. أنت اللي طبخة؟ ده السؤال؟ هو أنت ينفع تاكل من إيد حد غير؟ بس زي كل الناس اللي هو تنامي طول النهار وتصحي على المغرب، قبل المغرب بشوية ألعب شوية رياضة، وبعدين افطر، وبعدين بقى اصحابنا انت عارفه بنتلم في مكان في خيمه زي كده، بنروح ولا نقعد مع بعض في اصحاب او اهل او حاجه في بيت من اصحابنا، بس يعني هو ده اللي احنا بنعمله. احنا بنقوم من النوم، عبال ما بنقوم من النوم بيبقى الظهر، بنشوف هناكل ايه، وبعدين نفطر، وبعدين نصلي، وبعدين نتفرج على مسلسل او مسلسلين، ولو خرجنا ما خرجناش نكمل قعده في البيت ونتسحر وننام ونصلي الفجر، والحمد لله كده حلو قوي. والله طقوسي زي اي مصري عادي، بشوف اهلي، ودي بتبقى فرصه كويسه لو عندي برنامج معين عايز التزم بيه، مش برنامج اذاعي يعني، مثلا برنامج في الالتزام، برنامج روحي او رياضي او بدني، او ان شاء الله تحط سبوره تمشي عليها، يعني في جو من الالتزام كده بيحصل، وفي جو من الاسريه، وفي جو من متابعه الاعمال اللي بتنزل، ويا رب تبقوا مبسوطين. دلوقتي كانوا 40 واحد، دلوقتي بقوا 4، يا رب الناس تبقى مبسوطه.